لافت في حديث لصحيفة دعوت أهرانود مع المشافي في الشمال، تحديدا مع مدراء المستشفى، مع مدير مستشفى زيف في صفد ومدير مستشفى نهرية. الأرقام التي تتحدث عنها المستشفيات والتي تعاملت مع إصابات قرابة 2000 إصابة منذ بداية هذا التصعيد على الحدود الشمالية بنيران حزب الله، هذه الأرقام بعيدة جدا عن الأرقام الحكومية التي أعلنتها هيئة الإعلام الوطني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 14 من هذا الشهر. في الإعلان الحكومي تحدثوا عن 271 إصابة جراء العمليات التي نفذها حزب الله، 140 منها في صفوف الجنود الإسرائيليين. المشافي تتحدث عن أكثر من 2000 إصابة تعاملت معها بنيران حزب الله، وهذا ربما مؤشر على فرق الأرقام بين ما يعلن حكوميا وما يتم التعامل معه من قبل المستشفيات. نتحدث عن فرق بسبعة أضعاف، بأن المستشفيات أعلنت عن رقم أعلى بكثير عن ما أعلن رسميا من مكتب نتنياهو عن الإصابات. بخصوص القتلى، يتحدثون عن 33 قتيلا على هذه الحدود دون ما حصل في مجد الشمس، ومن بينهم 20 جنديا وضابطا، 8 منهم قتلوا بهجوم بالهجمات بالمسيرات المفخخة. شكرا لك أحمد جرادات، مراسل العربي بن الجليل.